قصف عنيف جدا من قبل طائرات الاحتلال الروسي والطائرات التابعه لنظام الاسد من ساعات الفجر الاولى وحتى هاي اللحظه. من قبل الفجر وحتى الان طائرات الاحتلال الروسي والطائرات التابعه لنظام الاسد عم تنفذ غارات جويه مكثفه جدا على الاحياء السكنيه في ارياف ادلب وحما. سياسه ارض محروقه عم تتبعها هاي الطائرات باتجاه منازل المدنيين. هناك جنون بالقصف تقوم به الطائرات التابعه لنظام الاسد والطائرات الروسيه على منازل المدنيين من ساعات وحتى هاي اللحظة. سبب هذا القصف هو فشل عصابات الأسد والميليشيات الموالية لروسيا من اقتحام بلدات تل ملح والجبين في ريف حما. كان هناك 5 محاولات متوالية من قبل عصابات الأسد والميليشيات الموالية لروسيا من أجل اقتحام هذه البلدات، بلدات تل ملح والجبين، لكن هذه المحاولات تم صدها من قبل الفصائل الثورية. 5 محاولات باءوا بالفشل رغم سياسة الأرض المحروقة اللي عم تتبعها روسيا والأسد على الجبهات وبالخطوط الخلفية على منازل المدنيين. مثل ما احنا شايفين المحاولات هاي ما بس كانت نتيجتها الفشل، كان في هناك خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. على جبهة تل ملح خسرت عصابات الأسد والميليشيات الموالية لروسيا نحو 50 بين قتيل وجريح، تم قتلهم وجرحهم بصواريخ مضادة للدروع ومن ثم الاقتحام عليهم من قبل الفصائل الثورية. على جبهة الجبين كان هناك 17 قتيل على الأقل و28 جريح من قبل عصابات الأسد وروسيا، وتم صد جميع محاولات الاقتحام. إذن نظام الأسد عندما يفشل عندما يفشل على الجبهات، عندما يفشل بمحاولات التقدم والاقتحام، ينتقم من المدنيين ويهدم منازلهم فوق رؤوسهم. القصف عنيف وعنيف جدا، الطائرات الحربية ما تزال تحلق فوقنا حتى هذه اللحظة. فشل عصابات الأسد في التقدم على أي محور من محاور حماة حتى هذه اللحظة. المدنيون والثوار على الجبهات لا يملكون خيارا سوى الصمود والصمود فقط.